سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين. إطلاق النسخة 7 من المعرض الدولي للمنسوجات الإفريقية، وذلك برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي. 5 دول بمجلس الأمن تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي. تلكم كانت مقدمة النشرة، وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. رعى فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر الجلي صباح اليوم الاثنين في قصر الشعب مناسبة إطلاق فعاليات نسخة 7 لمعرض الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا. نتابع. رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم الأربعاء في قصر الشعب حفل إطلاق فعاليات النسخة 7 لمعرض الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا. ويهدف هذا المعرض الدولي للمنسوجات الإفريقية الذي يعد اجتماع إفريقي حقيقي وهام إلى تعزيز وتطوير المنسوجات المصنوعة في إفريقيا من خلال إنشاء قطاعها وتعزيز النسيج الإفريقي التقليدي. هذا واستقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لدى وصوله إلى موقع المعرض برفقة سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد، استقبل من قبل رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ووزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسة مديرية ومفوض عرض الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا 6 السيد عبد الله موسى. وشهد المعرض مشاركة أعضاء الحكومة والعديد من أعضاء سلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا وممثلين المنظمات غير الحكومية العاملة في جيبوتي والعشرات من المشغلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب. كما جمع هذا اللقاء الذي يقام تحت عنوان الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا العديد من الشركات والمؤسسات التجارية القارية. وشهدت المناسبة تظاهرة ثقافية تمثلت في تقديم الأغاني والرقصات التقليدية وعرض لأزياء للدول الإفريقية المشاركة، حيث نالت إعجاب المشاركين في المعرض. ووفقا للقائمين عليه يكتسي هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في البلاد أهمية كبرى، لا سيما بالنسبة للشركات الوطنية لشركات النسيج الإفريقي أيضا على المستويين الإقليمي والإفريقي. أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم، أهلا وسهلا بكم
جيبوتي تحييكم النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم أهلا وسهلا بكم جيبوتي تحييكم في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي في النسخة السابعة لعرض القماش الأفريقي نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا نفخر بقارتنا السمراء وزينا وثقافتنا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا ماما أفريكا إذن بهذا قد تم إطلاق صباح اليوم فعالية النسخة السابعة لمعرض الصالون الدولي للمنسوجات الإفريقية، حيث يشكل هذا اللقاء فرصة هامة للجيبوتيين من أجل تعريف المنتجات الجيبوتية وتبادل الخبرات بين المهنيين الجيبوتيين ونظرائهم الأجانب في مجال تطوير الصناعة النسيجية. وأقيمت خلال هذه المناسبة تظاهرة ثقافية تمثلت بعرض للأزياء التقليدية والحديثة للدول الإفريقية المشاركة في هذا المعرض الدولي بمختلف الألوان الإفريقية، حيث نالت إعجاب المشاركين في هذا المعرض. وشارك في هذا العرض للأزياء حوالي 30 دولة، حيث تم العرض خلاله الملابس التقليدية التي تم تصنيعها من القطن. ويعزز هذا المعرض حول النسيج الإفريقي التقليدي تنوع الثقافة الإفريقية في فن الملابس، حيث كان هذا العرض مهيبا وغنيا بالألوان المختلفة وبرموز إفريقيا التي تمضي قدما، حيث ارتبط ببعض القيم التقليدية التي نالت الإعجاب. وشكل هذا العرض مثابة إطار للتعبير عن التنوعات الفنية والملابس والصناعة في البلدان الإفريقية. ويهدف هذا المعرض الدولي للمنسوجات الإفريقية إلى تعزيز وتطوير المنسوجات المصنوعة في إفريقيا من خلال إنشاء قطاع يعنى بذلك، وذلك من خلال تعزيز مواقع النسيج الإفريقي التقليدي. كما يعد معرض المنسوجات الإفريقية سوقا لتبادل وترويج أنسجة الإفريقية. نتابع.
mais je garde toujours espoir pour un lendemain. Je ne peux pas me dire que je suis un homme. Je suis un في كلمة لمفوض المعرض السيد عبد الله موسى في هذه المناسبة أشار في مستهلها إلى أن المعرض يعد منصة لتبادل الثقافات، وقال في هذه اللحظة المهمة من إطلاق المعرض الدولي للنسيج والملابس الإفريقية نتواجد معا في جمهورية جيبوتي أرض اللقاء والتبادل أرض المحبة والوئام، وذلك للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للنسيج الإفريقي التي تستمر فعالياته من 10 إلى 12 من شهر نوفمبر الجاري. وبهذا السداد أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لقادة وسلطات جمهورية جيبوتي وعلى رأسهم القائد إسماعيل عمر الجيلي. وتعد جمهورية جيبوتي ممرا وتقاطعا مهما للقارة السمراء ومركزا لوجستيا في مجال التجارة الإفريقية والدولية معا. ويحظى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجيلي باحترام الجميع وتقديرهم، لأنه ساهم في العديد من السياسات التي تساهم لترقية الثقافات الإفريقية وبرؤيته الثاقبة والواضحة تجاه تطوير ثقافة القارة السمراء ودمج بعضها البعض. وكذلك يولي فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجيلي اهتماما كبيرا في مجال تنوع الثقافات وعرضها في الأماكن المخصصة لذلك. وجعل رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر الجيلي هذا البلد بلدا يحبه الجميع وبلدا يأوي جميع الثقافات والحضارات. وقد أبدت جمهورية جيبوتي استعدادها لاحتضان هذا المعرض الإفريقي المهم لعرض الأزياء والثقافات الإفريقية المختلفة بغية دفعها إلى الأمام وفي كافة المجالات. ويجمع هذا المعرض الذي يقام تحت عنوان الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا العديد من الشركات والمؤسسات التجارية والإقليمية والقارية. وتتخلل خلال هذا المعرض تظاهرات ثقافية تتمثل بعرض الأزياء الإفريقية، وكما يشارك في هذا المعرض ممثلون من 30 دولة إفريقية، حيث يتم العرض الملابس التقليدية والجديدة للدول الإفريقية. son hospitalité digne des valeurs ancestrales africaines. Nous avons tous eu l'impression d'avoir quitté chez nous pour venir chez nous. وفي كلمة لمعالي وزير التجارة والسياحة سيد محمد ورسامة الديرية في هذه المناسبة قدم في مستهلها الشكر والامتنان لجميع الوفود المشاركة وضيوف جيبوتي أرض اللقاء والتبادل. نتابع. Cette instance solennelle, je voudrais au nom du président de la République, son excellence monsieur Ismaïl Omar Guelleh. في هذه المناسبة الجليلة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان باسم فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجيلي وشعب الجيبوتي وباسم شخصي لجميع الوفود المشاركة وضيوف جيبوتي أرض التبادل واللقاء. وفي هذا الفترة التي تتسم بجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 نثمن بحضوركم ومشاركتكم في هذا السالون الدولي للنسيج الإفريقي، وهي علامة لآمالنا وتوقعنا لإعادة تنشيط الاقتصاد بالنسبة لقارتنا السيد الرئيس الجمهورية. تتمثل الأهداف المحددة للمعرض الدولي للنسيج الإفريقي في ترقية الإنتاج والاستهلاك المنسوجات الإفريقية، وإن الشعار الذي تم اختياره لهذه الدورة
هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، الحرف اليدوية ودورها في النهضة بالمنسوجات الإفريقية في سياق يتسم بـ19. إن هذا السالون جمع في موقع واحد أصحاب القرار السياسي والرجال الأعمال وكذلك الصحفيين وأصحاب المصانع. إن هذه الفاعلية الكبيرة ستمكن جميع المشاركين من التقديم مساهماتهم على مدار 3 أيام. وعقب ذلك قام فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي برفقة عقيلته سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي سيدة خضرة محمود حيد بقصر الشريط الرمزي للإطلاق الرسمي وإذانا بانطلاق فعاليات المعرض والصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا. وقام فخامته سيد اسماعيل عمر جيلي برفقة سيدة جيبوتي الأولى عقب ذلك بجولة تفقدية في أجنحة النسيج لمعرض الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا والجلود والألبسة الجاهزة والمواد الأولية ومختلف منصات المعرض التي قدمت من مختلف المناطق الكائنة في البلدان الإفريقية المشاركة في هذا المعرض. ووفقا للقائمين عليه يكتسي هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في جوت أهمية كبرى ولا سيما بالنسبة لشركات النسيج الإفريقي على المستويين الإقليمي والإفريقي، وقدمت جميع هذه المنتجات مشتقة من القطر من قبل الدول الآتية: سيشيل ونيجيريا ونيجر وسيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية غينيا وسيمبابوي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغانا والكونغو ومالي والكاميرون وكوديفوار والبنين إضافة إلى مدغشقر. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام ويسلط الضوء على ثراء وتنوع المنسوجات الإفريقية، كما يهدف هذا الحدث إلى تعزيز وتطوير المنسوجات المصنوعة في إفريقيا من خلال إنشاء قطاعها المأمول ومن خلال الترويج لنسيجها الإفريقي التقليدي. كما يواجه النسيج الإفريقي اليوم الذي يحمل هوية الثقافية والاجتماعية للقارة الإفريقية صعوبات ليست بالعديدة، وبما في ذلك التخلي التدريجي لصالح المنافسة في سياق العولمة وبصورة انخفاض التكلفة. وتلقى فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي معلومات مفصلة حول أجنحة هذا المعرض والتي تم عرض الملابس الإفريقية القديمة والجديدة. وداني عالميغا فديغاني قرحوني قيف كا قرشا ورمركينا ودا قشوح غانا سيغان كوب قرد وين قبان قابدان عروداني عالميغا فديغاني قرحوني قيف كا قرشا ورمركينا O gasha kaliga, o valo helele, apku kediga uado, o valo helele, diastia sanka wan, o valo helele, kaban mukda oirgalay, o valo helele, nabata karanke natala, o valo helele, amalo wada kusho. وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني أشار فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر الجيلي إلى أن هذا المعرض يشكل فخرا واعتزازا لبلادنا، كما يشكل فرصة مهمة لتعريف تلك الدول ببلادنا. نتابع. عرض كاين تالك سديد لباتن دولدود أي كسوقين قلن. إن هذا المعرض الدولي الكبير الذي تشارك فيه 38 دولة تشكل إنجازا واعتزازا لبلادنا، وهي تمثل أيضا فرصة مهمة لتعريف تلك الدول ببلادنا، وهي تضع عاتقنا مسؤولية تقرب أظرفي القارة سمراء، والمطلوب هو أن يتعرف بعضنا على بعض، وهذه هي الخطوة الأولى. وقد تم تنظيم هذا المعرض بشراكة مع بلادنا، وإن من الأهمية بالمكان أن نتخذ الدبلوماسية وسيلة للتقريب بين الدول الإفريقية حتى ننهض بإفريقيا
من حيث الإنتاج الزراعي وتصنيع وتصدير وخلق فرص العمل وتعزيز عملية التنموية، وكل ذلك من شأنه أن يعيد بالفائدة لبلدان الإفريقية. كما رصدت كاميرا التلفزيون الوطني اتضاعات وزيرة الشباب والثقافة دكتورة هيبة مؤمن عسوي، حيث أعربت عن سرورها وسعادتها لاحتضان جمهورية جيبوتي هذا المعرض الدولي للنسيج والملابس الإفريقية. وقالت تم عرض خلال هذه الطبعة التي تعقد لأول مرة في شرق إفريقيا منتجات النسيج والجلود والألبسة الجاهزة والمواد الأوانية التي تدخل في صناعة مختلفة أنشطة هذا القطاع والتجهيزات والإكسسوارات والخدمات الملحقة على غرار التأمينات والبنوك ومؤسسات التكوين وغيرها. ويعد معرض المنسوجات الإفريقية الدولية المعروف باسم سيتا سوقا للترويج والتبادل والتفاوض، حيث يجمع مختلف التخصصات والمتخصصين في منسوجات الملابس الإقليمية الإفريقية. كان هذا المعرض مثابة إطار للتعبير عن التنوعات الفنية والملابس والصناعة في البلدان التي تتكون منها القارة الإفريقية، حيث كان هذا المعرض مهيبا وغنيا بالألوان المختلفة وأيضا برموز إفريقيا التي نرجو أن تمضي قدما في هذا المجال، حيث ارتبط المعرض ببعض القيم التقليدية التي نالت إعجاب الجماهير. وتقدموا بجزيل الشكر وعميق الامتنان لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لرعايته هذا المعرض الدولي للنسيج الإفريقي، حيث شارك في هذا المعرض جميع دبقة السياسية الجيبوتية والبرلمانيين من الجمعية الوطنية والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين من المنظمات الدولية والإفريقية وأعضاء منظمات المجتمع المدني وكذلك المتخصصين في النسيج، بالإضافة إلى العديد من الضيوف. ويجمع هذا المعرض الذي يقام تحت عنوان الصالون الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا العديد من الشركات الإفريقية والمؤسسات التجارية الإقليمية والقارية والدولية. وأشارت الدكتورة هبة مؤمن عسوي إلى أن جمهورية جيبوتي تعد ممرا مهما للقارة السمراء ومركزا لوجستيا في مجال التجارة الإفريقية والدولية معا، حيث يهدف هذا المعرض الدولي للمنسوجات الإفريقية إلى تعزيز وتطوير المنتجات المصنوعة في إفريقيا من خلال إنشاء منصة تعنى بذلك، بغية تعزيز النسيج الإفريقي التقليدي والملابس الجديدة. كما يعزز هذا المعرض حول النسيج الإفريقي التقليدي تنوع الثقافات في فن الملابس. ونتابع الآن أيضا انطباعات شخصيات المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا، وخصوصا الحاج عبد الرحمن طه مالك مؤسسة أبي أحمد. نتابع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي الذي تفضل شاكرا برعاية هذه الفعالية الأولى من نوعها في جيبوتي، المعرض الدولي للنسيج والموضة بإفريقيا في دورته السابعة للعام 2021، وذلك رغم مشاغله الكثيرة. إن هذه الرعاية الكريمة تمثل خير شاهد على حرصه واهتمامه بكافة الأنشطة والبرامج التي من شأنها أن تعزز موقع بلادنا الحبيبة واحة السلام وأرض اللقاء والتبادل. كما نثمن عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة التجارة وشركائها الذين واصلوا الليل بالنهار في سبيل نجاح هذه التظاهرة الدولية، والتي تعكس مرة أخرى مدى قدرة بلادنا على استضافة الفعاليات الدولية والقارية. إن هذا الصالون الدولي للمنسوجات الإفريقية يشكل قبل كل شيء فضاء للتعريف بالمنتوج الوطني وتبادل الخبرات بين المهنيين الجيبوتيين ونظراتهم في مجال تطور الصناعة النسيجية واكتشاف أسواق جديدة والاطلاع على المهارات الأجنبية في قطاعات النسيج والموضة. وإننا مجموعة أبو أحمد عبد الرحمن أحمد طه ندعم بقوة
هذا النوع من المبادرات التي تعزز حضور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي وإسهامات القيمة في البناء والتعمير، وكلنا أمل في أن يحقق هذا المعرض أهدافه ويدفع مساعي بلادنا قدما للتحول إلى مركز إقليمي ودولي وبوابة اقتصادية لدول شرق وجنوب القارة السمراء. والسلام. كان هذا الحاج عبد الرحمن أحمد طه مالك مؤسسة أبو أحمد التجارية. ترأس الأمين العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد إبراهيم علمي محمد ترأس صباح أمس الثلاثاء أعمال الجلسة الثانية للجنة التوجيهية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك بمقر وزارة الزراعة. ويهدف مشروع الإدارة المتكاملة لموارد المياه إلى دعم المواطنين الذين يعانون من آثار التغير المناخي عبر وضع البرامج الأساسية للتنمية المستدامة للإدارة المتكاملة للموارد في المياه. كما يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على أيضا موارد المياه من خلال إدارة المناسبة للطلب وتحسين مرونة النظم البيئية في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الخدمات العامة في إدارة الموارد المياه من أجل الإدارة الفعالة لأنظمة هيدرولوجية. وفي كلمة لأمين العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية سيد إبراهيم علمي محمد نوه في مستهلها بأن هذا المشروع المتكامل لإدارة موارد المياه يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم المواطنين الذين يعانون من آثار التغير المناخي عبر وضع البرامج الأساسية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما ذكر الأمين العام لوزارة الزراعة السيد لوزارة الزراعة إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الخدمات العامة في إدارة موارد المياه من أجل إدارة الفعالة لهذه الموارد، وذلك لصالح المجتمعات المدنية القاطنة في كافة المناطق الداخلية وفي كافة التراب الوطني. هذا وأشار أمين العام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية سيد إبراهيم علمي محمد إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة للمزارعين الرعويين، وذلك في ترقية أنشطتهم الزراعية والرعوية. et valider le programme de travail et budget annuel de l'année 2022 ainsi que le plan de passation de marché. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المتعلقة بالحياة البرية والغابات، نظمت ورشة عمل توعوية حول تنفيذ إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية المقرر عقدها في نهاية شهر نوفمبر الجاري. وترأس هذه الورشة أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالإنابة السيد آدم حسن علمي، حيث من شأن هذه الورشة أن تطيح التقييم السريع للاستجابة الوطنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات، كما سيوفر نهجا جديدا وموحدا لقياس فعالية استجابات إنفاذ القانون الوطني حول مرتكبي هذه الجرائم. وشارك في هذه المناسبة ممثلو المؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المتعلقة والتي ترتكب ضد الحياة البرية والغابات في بلادنا، وتبادل المشاركون خبراتهم بشأن مكافحة الجريمة المتعلقة بالحياة البرية. وكما شارك في هذه المناسبة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية. وترأس هذه المناسبة أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالإنابة سيد آدم حسن علمي، حيث أشار إلى أن من شأن هذه الورشة التوعوية أن تطيح التقييم السريع للاستجابة الوطنية لمكافحة الجرائم وأيضا الأعمال التي ترتكب ضد الحياة البرية والحيوانات الكائنة في الغابات إضافة إلى الغابات. وأشار إلى أن هذه الورشة تقدم نهجا موحدا لقياس فعاليات استجابة إنفاذ القانون الوطني حول مرتكبي هذه الجرائم. وقدم الشكر والامتنان لكافة المشاركين لتبادل خبراتهم وآرائهم في ترقية وفي مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الغابات.
قدم المدير العام للتعليم الفني والتكوين المهني سيد عبد القادر حمد الشباب الذين سيتوجهون الى المغرب لتلقي دورة تدريبية في المجال المهني لمدة سنتين، قدم الى القائم بالاعمال في سفارة المملكة المغربية في جيبوتي وذلك في مركز التدريب المهني في المغرب. وسيتابع هؤلاء الشباب الحاصلون على شهادات البكالوريا في ثانوية الصناعة وعددهم 30 شابا في المغرب تدريبا مهنيا بغية اكتساب المهارات الفنية من هذه المؤسسة التعليمية الفنية المتخصصة والمعترفة بها دوليا بمكانتها العالية وأدائها الاستثنائي والحصول على الشهادة التقنية المتخصصة في مجال الإدارة. هذا واستقبل القائم في سفارة المملكة المغربية في جيبوتي المدير العام للتعليم الفني والتكوين المهني السيد عبد القادر حمد باستقبال حار وحفاوة بالغة، كما قدم المدير العام للتعليم الفني والتكوين المهني الشباب الذين سيتوجهون إلى المغرب لتلقي دورة تدريبية في المجال التعليم التكوين المهني لمدة سنتين، قدم من خلال هذا اللقاء إلى القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية في جيبوتي والتي تقدم في مركز التدريب المهني في المغرب. وسيتابع هؤلاء الشباب الحاصلون على شهادة البكالوريا تدريبا مهنيا بغية اكتساب المهارات الفنية من هذه المؤسسة التعليمية المغربية. هذا وأعرب السيد عبد القادر حمد عن شكره للمملكة المغربية على هذا الدعم القيم لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ولا سيما التدريب المهني الذي له دور هام في مكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب الجيبوتيين. بدور عرب القائم بالأعمال في السفارة المغربية عن التزام بلادنا أو بلاده لتقديم المزيد من الدعم لجمهورية جيبوتي في جميع مجالات الفنية وخاصة التدريب المهني، كما قدم السيد عبد القادر حمد عن شكره وامتنانه للقائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية في جيبوتي لدعم الشباب الذين أنه البكالوريا وأيضا قدمهم لتقدمهم مغرب تدريبات مهنية واكتساب خبرات واسعة. Tous ces jeunes vont également participer à améliorer le cadre des formateurs dans nos établissements techniques. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية. دعت 5 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنرويج وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتبارا من يناير المقبل، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في أكتوبر الماضي الذي صنف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية. وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة ستفين للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف: نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.